السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة أسرار العالم الروحاني. اليوم بفضل الله تعالى طريقة ناسفة بفضل الله لجميع الأسحار، وأتحداك بقدرة الواحد الأحد. إن طبقت هذا الطريقة وإن لم تتعالج أو تخلص من هذا السحر بإذن الله تعالى ليك عندي إن أنا أعالجك لوجه الله بدون أي مقابل، بس بشرط تنفذ هذا الطريقة كما أشرحها وقولها بإذن الله تعالى. جميع الأسحار إن كانت عندك، إن كان سحر تفريق الحبيب أو أسحار بالمرض أو أي نوع من الأسحار أو أسحار من الجان، وهنا في الجان كنا من قبل وتحدثنا فيه أن الجان ذات نفسه هو شخصيا بيعمل أسحار للشخص كي لا يتزوج أو يصيبه بالأمراض. لأن كان مس من العاشق فالمس العاشق كنت من قبل بيعمل سحر للتفريق، إن كانت الأنثى أو الرجل متزوج وهو عنده مس عاشق، فهنا المس العاشق ذات نفسه هو بيعمل سحر للشخص، يكون مسه وبيعمل له سحر كي يفرق ما بينهما، وإن كان لم يتزوج فبيعمل له السحر كي لا يتزوج. وكنا من قبل أضرار وتعب هذا السحر وتكلمنا فيه من قبل على حسب الحالة الذي مصاب بالسحر. إن كان سحرا بالمرض فسوف يصاب بجميع الأمراض، أو إن كان مرض محدد الذي تم به السحر عمل به هذا السحر، إن كان مرض محدد فسوف يصاب في أسحار. كنا من قبل ممكن كان سحرا بالشلل فيشل نصفا من الجسد أو عضوا من الجسد، وإن كان سحرا بالتعطيل فتلاقي كل شيء أمامك معطل، الوظيفة معطلة، المال ليست في مال، كل الذي يأتي لك ما يقعد معك من المال، ما تعرف جبت بإيه، ما سويت به، ما سويت به أي شيء، والمال يروح كمادة. فإن كان بالتعطيل هكذا تلاقي كل شيء معطل أمامك، الزواج معطل، الراحة ما في راحة، خنقة، اكتئاب، وقف حال، تعب نفسي، تلاقي نفسك كلما تجلس تفكر مع نفسك الدموع تنزل، تتخنق على طول، خنقة وجموعك تنزل. وإن كان تفريقا بين الزوجين فهنا يحصل نفور بينهما الزوجين، هي لا تطيق زوجها وزوجها كذلك، وعندما يجلس مع بعض يحس بخنقة الاثنين، أو واحد منهم يحس مخنوق من هذا الثاني، ما طايقه، قرفان منه، ما حابب يجلس معاه، طول الوقت قاعد برا، جالس برا المنزل أو برا السكن، لا حابب يجلس في البيت طول وقته، يحب أن يكون خارج البيت، يأتي البيت يتخنق، ما في غير يأتي البيت إلى وقت النوم ينام وباقي الوقت خارج البيت، ما حابب يجلس في هذا البيت. وكنا كثيرا من أنواع، وكنت تعرف إصابتك بالسحر فنفذ هذا الطريقة، ما تعرف أن إصابتك بالسحر نفذ هذا الطريقة بإذن الله. حابب برضو تعرف إيه إصابتك برضو كاتب لك أو هعطيك كشف كي تكشف على نفسك وتؤكد أن عندك سحر أو عندك مس أو عندك حسد أو عندك القرين في خلال 10 دقائق بالفضل الله تعالى، ما يأخذ معك 10 دقائق وهتكشف عن نفسك وتعرف. إن كان عندك سحر فطبق، ما عندك عندك مس طبق هذا الطريقة برضو بفضل الله تعالى هتخلص منه. قبل ما نبدأ أتمنى من كل من يشاهدنا إن كان لم يشترك في القناة فليشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصل كل جديد ويدعم الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا. نأتي أول يوم اللي ما عليك الذي ها تشتريه وهتجيبه من عند العطار، الحرمل وقزازة مسك هكذا أو أكبر هكذا، قزازة مسك أسود والحرمل، هذا الشيء الذي هتجيبه من عند العطار، وهتجيب ورقة بيضاء من غير سطور، ورقة بيضاء من غير سطور كبيرة، ورقة تكون كبيرة، وهات 3 ورقات بيضاء من غير سطور، وهنا نقسم الورقات نخليهم 7 ورقات نعمل منهم 7، أو اشتري 7 ورقات لأنك هتكتب 7 ورقات بفضل الله تعالى. وتأتي بالحرمل والورق والمسك، هتبدأ أول شيء في الورق هتكتب بفضل الله تعالى أول 10 آيات من سورة الصفات في كل ورقة، هتبدأ هتكتب أول 10 آيات من سورة الصفات في كل ورقة. ركز معايا عشان ما تحدش يكتب لي في التعليقات يقول لي هذا أعمل بها إيه يا شيخ ولا هذا أعمل بها إيه، فأنت ركز معايا عشان والله ثم والله بإذن الواحد الأحد إن كان عندك أي شيء كل هذا في خلال 7 أيام هتحس إن كل شيء انتسف من عندك نهائيا بفضل الله. فقلنا
أول 10 آيات يكتبوا في كل ورقة مرة واحدة، أول 10 آيات. فهنا 7 ورقات أدينا خلصنا، نقرأ عليهم كل، نمسك 7 ورقات مع بعض نقرأ عليهم 7 مرات أول 10 آيات من سورة الصفات، تمام. وهذا الورق هيتبخر به قبل أذان المغرب بفضل الله تعالى بنصف ساعة. هتفتح الشبابيك والبيبان والغرف، هتفتحهم وتتبخر بهذا البخور مع ورقة من هذا الورق، مع ورقة من هذا الورق. فهنا هذه الورق والبخور خلصنا منه 7 أيام بال7 ورقات بالبخور قبل أذان المغرب بفضل الله تعالى. هنأتي بماء للشرب، ماء للشرب كي يكفينا 7 أيام أو 15 يوم. هنقرأ على هذا الماء آية الكرسي 7 مرات وتأتي عند ولا يدوح عزهم وهو العلي العظيم تكرر 70 مرة. فهنا هنقرأ آية الكرسي على ماء للشرب خاص للشرب فقط، هنقرأ عليه آية الكرسي 11 مرة، عندما توصل إلى ولا يدوح عزهم وهو العلي العظيم تكرر 70 مرة في كل آية، في كل مرة تكرر 70 مرة. هذا الماء يكفينا. كل 3 أيام 3 أيام تكرر القراءة على هذا الماء كي تجدد قراءة الماء، لأنك هتزود طبعا الجزازة أو الماء الذي تشرب منه هتزوده، لأن مش هيكفيك 7 أيام. فهنا أنت تزود الماء ثم بعد 3 أيام تجدد القراءة، أو كل يوم تجددها تجددها يكون أقوى وأفضل بفضل الله. كل يوم حابب تجدد القراءة جددها. هذا الماء خلصنا منه للشرب طبعا بفضل الله تعالى. ساعة ما تبدأ في هذا القراءة تتوضأ، تصلي ركعتين لله بنية قضاء الحاجة، تستفتح بالصلاة على الحبيب ثم الفاتحة ثم الاستغفار على قد ما تقدر، هكذا لا إله إلا الله على قد ما تقدر بدون أي عدد، ثم تأتي بماء للاستحمام، بماء للاستحمام. أول يوم بفضل الله تعالى هنقرأ سورة الجمعة 7 مرات، الزلزلة 27 مرة، الجن 7 مرات، الزلزلة 27 مرة، الجمعة 7 مرات، الجن 7 مرات. هذا تقرأهم على الماء بقدرة الواحد الأحد أول يوم، ثم هتستحم بهذا الماء كما كنا قبل المغرب مع البخور. هتستحم بهذا الماء خارج الحمام، وإني أشرط وأحذر من خارج الحمام، لأن هذا الماء مقري عليه قرآن وفيه طاقة إيجابية ونورانيات من القرآن. فهنا لما تدخل هذا الحمام، فهنا الحمام كله شياطين وطاقات سلبية، فأنت هنا بتعمل أذى لهم، فهم يضطروا أن يؤذوك، فهنا ليست تروك أبدا، لأنك هنا يكون عندك إصابة، سوف يكون عندك إصابتين وليست إصابة واحدة. فهنا نستحم خارج الحمام ثم نأخذ هذا الماء نلقيه في النهر أو نلقيه تحت شجرة أو نلقيه في أي مكان في بعيد عشان ما حدش يخط على هذا الماء. هذا أول يوم. ثاني يوم بفضل الله تعالى، ثاني يوم هنقرأ سورة طه، هتقرأ على قد ما تقدر، قدرت مرة أمين، ما قدرت مرة أمين، إما ثلاثة، لإما مرة لإما ثلاثة، ثم سورة الدخان ثلاثة لإما مرة. ثاني يوم، ثاني يوم هذا سورة طه لإما ثلاثة لإما مرة، سورة الدخان لإما ثلاثة لإما مرة، زائد آيات السحر كل آية 7 مرات، كل آية 7 مرات. هنبدأ بفضل الله تعالى. ثالث يوم سورة ياسين وسورة القمر. سورة ياسين لإما هتقرأها 3 مرات، هي سورة ياسين لازم 3 مرات، وسورة القمر 7 مرات. هذا ثالث يوم على المقدار كما كنا، تتوضأ تصلي ركعتين لله بنية قضاء الحاجة ثم تنشرح في الصلاة على الحبيب، مفتاح كل شيء الصلاة على الحبيب، وتختم كذلك برضو بالصلاة على الحبيب. ثاني يوم، ثالث يوم كنا هذا، ثالث يوم خلصنا من. رابع يوم بفضل الله تعالى نقرأ رابع يوم سورة غافر مرة ثم الصفات مرة. هذا رابع يوم نقرأ سورة غافر مرة، سورة الصفات مرة، هذا رابع. خامس يوم بفضل الله هتقرأ سورة البقرة كاملة، سورة البقرة كاملة بإذن الله تعالى في خامس يوم. ثم هنبدأ في سادس يوم بفضل الله تعالى هتتلو في سورة البقرة
واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفر إلى آخر الآية. هتقرأها 313 مرة، هذه الآية فقط. سادس يوم هتتلو هذا الآية، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان إلى آخر الآية، هتقرأها 313 مرة. طبعا أنت عارف كنا هتكون متوضي ومصلي ركعتين لله وتستفتح بالصلاة والحبيب وتضع بركة ماء كبيرة أمامك كي تقضيك الاستحمام وتضع فيها يدك اليمنى وتقرأ وتقرأ. وليست النفس هي اكفي هذا نفخ فيها الماء، ليست لازم ان تضع يدك اليمنى في هذا الماء ثم تنفس في هذا الماء بفضل الله تعالى على قد ما تقدر تنفس. عندما توصل لعشر مرات او خمس مرات انفس، او مره انفس، او عشرين مره انفس على قد ما تقدر. فهنا قلنا سادس يوم هنقرا بفضل الله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين الى اخر الايه 313 مره. سابع يوم هنقرا بفضل الله تعالى، هنبدا بالفاتحه 7 مرات، الاخلاص 7 مرات 77 مره، الفلق 77 مره، الناس 77 مره، ثم نختم الصلاه على الحبيب المصطفى بالصيغه الابراهيميه 7 مرات، ثم الاذان 7 مرات بفضل الله تعالى. هذا سابع يوم. كل يوم كما كنا بفضل الله تعالى على هذا الماء تعمل هذا الطريقة، تكون متوضي مصلي ركعتين لله وهكذا. كل يوم تخلص القراءة، شوف انت وقتك، ان كنت هتبدأ في القراءة بعد اذان العصر افضل، والوقت يعني الافضل بفضل الله تعالى بعد صلاة العصر تبدأ في القراءة. عندما تختم في القراءة يكون خلاص فاضل لك شيء غير ساعة للمغرب ان شاء الله، ثم تأخذ هذا الماء تستحم به، وبعد الاستحمام تشعل بخورك بفضل الله تعالى. المسك، المسك هتقرأ عليه آية الكرسي على قد ما تقدر، وهتدهن بالمسك، هتستعمله قبل النوم عند أصابع يديك هنا وأصابع رجليك وفي السرة وفي العمود الفقري وفي الوجه على قد ما تقدر. هذا من المسك هتستخدمه إلى 7 أيام، كل يوم قبل ما تنام تستخدم هذا المسك عند السرة بطنك ثم أصابع يديك أو أظافر يديك وأظافر رجليك وصوابع رجليك هكذا والعمود الفقري والوجه. هتستعمل المسك هذا لمدة 7 أيام، والماء كذلك 7 أيام، والورق الذي كتبنا عليه أول 10 آيات من سورة الصفات في كل ورقة مرة واحدة، ثم بعد الكتابة نمسك الـ7 ورقات نقرأ عليهم أول 10 آيات من سورة الصفات 7 مرات، ثم نتبخر بهما كل يوم قبل أذان المغرب هكذا كما كنا بفضل الله تعالى. هذا الطريقة بإذن الله تعالى مجمرة نهائيا لجميع الأسحار، سواء كان سحر سفلي، سواء كان سحر متجدد، سواء كان هكذا. وعليك المحافظة بالصلاة. ثم هذا القراءة ليست تكفي، لأنك لو قرأت القرآن كله وهنا ليست في تقرب بينك وبين الله، ما لها ليست تكفي، ليست تعمل أي شيء في الشيطان ولا في الجن، لأن هنا في أشخاص فيها تقرب من الله لو قرأ آية واحدة هيحرك هذا الشيطان، لو قرأ آية واحدة. وفي شخص ممكن يقرأ لو قرأ القرآن كله، وهنا الشيطان يقرأ معه، الجني يقرأ معه القرآن، يقول له يقرأ معه. وفي شخص ما يقدر يردد وراه الآية، آية واحدة من القرآن ما يقدر يرددها وراه، ولا ما يقدر يكمل القراءة، ولا يقدر يستحمل إنه هذا الشخص يقرأ عليه. فهنا لازم تكون في تقرب بينك وبين الله، تصلي صلاتك في أوقاتها، تهدي في الصباح 7 تمرات على الريق، تشرب من هذا الماء الذي كنا مقري عليه، تشرب منه وتأكل 7 تمرات، ثم الأذكار، عليك أذكار الصباح هي القاتلة التي هتخرج الرياح الجن وهتحفظك كي لا يأتيك خادم السحر في الليل، لأن خادم السحر ذات نفسية أخواتي في الله، السحر ليست يجدده السحر يوميا أو كل شهر ليست يجدده، هنا السحر عمل لك السحر ونسيك خالص ونسيك نهائيا، فهنا خادم السحر هو تلقائيا يأتيك بين اليقظة وبين النوم ويسقيك ماء أو يعطيك أي شيء كي يجدد لك السحر. هو الذي يعطيك بين النوم وبين الصحيان يعطيك شيء تشربه، فهنا يجدد السحر تلقائيا مع نفسه. تأتيك خدام أخرى
لان ممكن يكون هو مكلف لك جني شديد. وهنا الجني ليست هو التي داخل جسدك، هو الجني هو ساحر، الجني هذا ساحر مكلف عليك مثلا كي مارد او عفريت. هنا يكون هو هذا ساحر نفسي، هو الذي يسحرك، هو طلب هذا الساحر من هذا المارد انه يسحر فلان. فهنا المارد هو نفسي ياتي لك في المنام يسقيك سحر، فالسحر ياتي بالخدام وياتي بالجن، وياتي يكون جسدك كي زي المغناطيس يستقبل اي جني، يسحب اي جني عليه، يسحب اي جني. فهنا تكون تخرج هذا الجني الذي في الجسد ما تكمل ساعه او ما تكمل يوم، ياتيك جني اخر يدخل الجسد وتقول ما حركته او ما خرجته هو الجني بنفسه، او تقول في بوابه علي سحر تسليط من الجان، او تقول ما هذا ملك وراه جيوش من الجن عندما احرق هذا. لا، انت لو خرجت التواصل الذي بينك وبينه ما هيراك هذا الجني، ما هيعرف يتواصل لك نهائيا، هتقطع التواصل اللي ما بينك وما بينه، لانه هو سايب نقطه ما بينك وما بينه زي الشاشه، كي شاشه فتحها في مكان والذي دالس فيه رايك وشايف تحركاتك وشايف كل حاجه هذا الجني عنك. فاتح ليك هذا العلامه الذي داخل جسدك هي كي نقطه تواصل ما بينك وما بينه. إن خرجت هذا العلامة تقطعت ما بينك وبينه الإشارة، لا يعرف يوصلك ولا يعرف يشوفك ولا يعرف يعمل لك أي شيء تاني بفضل الله تعالى. فأنت لازم تداوم هكذا على القراءة والتحصينات، أذكار الصباح وأذكار المساء، كي لو إن أعطاك إن أتاك في المنام أو أتاك في الليل لن يقدر يسحرك مرة أخرى. فأنت طبق هذا الطريقة بإذن الله تعالى راح تخلص من هذا السحر نهائيا بقدرة الله تعالى. وإن ما كان سحرا شديدا أو إن كان عندك مسا وسحرا ما كمل هذا السبعة أيام، ما هتتعب أي شيء إن طبقتها سبعة مرة أخرى، إن طبقتها سبعة مرة أخرى ما هتخسر شيء أو ما هتخس شيء بنفس هذا الطريقة كما قلتها. والله لو كان عندك اي سحر ومس عاشق او قرين او تابع الطريقه اللي هي الكشف، نسيت والله نسيت من طريقه الكشف كنت اقولها لكم. طريقه الكشف هتكون متوضي ومصلي ركعتين لله بنيه قضاء الحاجه وبنيه ربي يكشف ليك ما في جسدك بفضل الله تعالى. هتقرا، هتمسك يدك هتدهنها مسك، مسك احمر او مسك ابيض مكري عليه او ما غير مكري عليه عادي، وتضع يدك هكذا وتغمض عينيك وتقرا هيا الله الكاشف الله الكاشف الله الكاشف الله الكاشف، وتنفس في يدك الله الكاشف 66 مره 66 مره هكذا يدك، تحرك هذا صابعك او هكذا يدك، تحرك هذا صابعك فهنا يكون حسن، تحرك هذا صابعك نزل لتحت او دخل لقدام او التنى لورا هكذا يكون حسن، تحرك هذا الصابع يكون سحر، تحرك هذا يكون مس، تحرك هذا يكون القرين، تحرك هذا الكبير يكون التابعة. فهذا طريقة كشف سهلة ليك جدا، هتقرأ الله الكاشف الله الكاشف الله الكاشف الله الكاشف 66 مرة، راح يتحرك صابع من هذا الأصابع بإذن الله تعالى، اعرف إن هذا الذي عندك. وهذا الطريقة شاملة سواء كان عندك قرين أو تابعة أو سحر أو أي شيء، هي طريقة شاملة بإذن الله تعالى في تدمير جميع الأسحار. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم جميعا. أتمنى من كل من يشاهدنا كان لم يشترك في القناة فليشترك في القناة ويدعم الفيديو باللايك وشارك الفيديو، خلي غيرك يستفيد كي تكون سبب في شفاء غيرك. وكما تعودنا مفتاح كل شيء الصلاة على الحبيب المصطفى، اللهم صل صلاة جلال وسلم سلام جمال على حضرة حبيبك سيدنا محمد، واغشي اللهم بنورك كما غشيته سحابة التجليات فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعزه من كل سوء، اللهم فرد كربنا كما وعد أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين قناة أسرار العالم الروحاني، وفي صندوق الوصف برضو سايب لكم علاج المس وفتحات إن شاء الله بإذن الله تعالى كل يوم ثم يوم، بنفتح بس إن شاء الله من بعد الساعة 12 منتصف الليل بنفتح بس مباشر للكشف للجميع بفضل الله تعالى.